بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن القرآن يعيد بناء النظام المناعي للجسم. النظام المناعي للجسم هو برنامج أيضا، أو عندما يدخل الفيروس مثلا فإنه يؤثر على هذا البرنامج ويصيبه بالخلل. عندما نقرأ آيات محددة فإن الصوت الذي يدخل إلى خلايا الجسم ويعيد برمجة الخلايا المناعية بفعل المعلومات التي يحملها القرآن، وتصبح أكثر قدرة على تمييز المرض والقضاء عليه. هكذا يحدث الشفاء بالقرآن، والله أعلم.